أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان استمرار الجهود الهادفة لإيجاد الحلول الإسكانية المبتكرة لتوفير السكن الاجتماعي من خلال الخطط والمبادرات والبرامج الرامية لتحقيق الأمر الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5,000 وحدة سكنية. أوضح الحمر أن وزارة الإسكان تمكنت منذ مطلع العام الجاري من تحقيق جملة من المنجزات الإسكانية التي يعد من أبرزها تدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية وإبرام اتفاقية بناء 132 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي، إضافة إلى تحقيق مجموعة من النجاحات النوعية من خلال برنامج مزايا الذي انطلق عام 2014. جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الذي نظمه المركز الاتصال الوطني ضمن سلسلة الإيجازات الإعلامية الحكومية عن بعد، حيث استعرض الوزير أبرز الإنجازات الإسكانية لمملكة البحرين منذ مطلع العام 2021. قدم الوزير شرحا حول الخدمات الإسكانية الإلكترونية، ومبينا أنه من المقرر الانتهاء من الجزر الأكبر من محاور خطة التحول الرقمي لوزارة الإسكان بحلول منتصف العام الجاري. تطرق الوزير إلى برنامج مزايا وما حققه مؤخرا من إقبال واسع من قبل المنتفعين، مؤكدا أن عدد المستفيدين من برنامج مزايا منذ مطلع العام الجاري قد بلغ 490 مستفيدا، ليصل إجمالي عدد المستفيدين حتى الآن إلى 7,000 ومستفيد واحد.